فصل الشتاء دايما بيكون فيه انتشار لبعض الفيروسات المعدية، واللي بتكون سريعة الانتقال من شهر للتاني. عشان كده كتير من الناس بتعتمد على المشروبات الطبيعية لرفع كفاءة المناعة والوقاية من دور البرد. بالمناسبة دي، في دراسات بتقول ان الجنزبيل او الزنجبيل هو احد افضل المشروبات اللي بترفع كفاءة الجهاز المناعي، وبيعتبر احد الادوية العشبية الاكثر استخداما عبر العصور، لانه بيحتوي على مضادات للالتهابات وكمان مضادات اكسدة. خلينا نعرف اهمية الزنجبيل، ازاي المصريين بيستخدموه، بيحطوه على ايه، اكتر الحاجات اللي ممكن تتشرب، او كمان بنستخدمه ازاي في الاكل. دكتور عبد اللطيف المر، استاذ الصحة العامة، معانا عبر تطبيق زوم. اهلا بحضرتك يا دكتور. يا اهلا وسهلا يا مصطفى، زي حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. وبالتاكيد الزنجبيل من اهم الحاجات اللي بيستخدمها المصريين على مدار. انا بشرب دلوقتي، انت بتكلمني وانا بشرب زنجبيل. لسبب بسيط جدا، الزنجبيل في الشتاء بالذات بيبقى ملطف شويه للاحتقان بتاع الجهاز التنفسي، بيبقى ملطف للكحه، ممكن يخلي الجهاز التنفسي المسالك بتاعته جميله. فانا حقيقي كل يوم احاول كده ام كريم تعمل لي جنزبيل، وبعدين كمان بتعمل عليه اضافات عسل نحل كده وكركم، فيبقى مشروب مليان بمضادات الاكسده ومليان بمضادات الانتي انفلاميشن او اللي هي الالتهابات، وحقيقي يبقى حاجه جميله في الشتاء بالتحديد، في اي وقت لكن في الشتاء بالتحديد. فانا بنصح الناس فعلا. بالمناسبة، في ناس يقول لك خده قبل النوم، وناس يقول لك الصبح. أنا ودي كل مدارس علمية، أنا شخصيا أفضل الصبح كده وأنت صاحي، بدل كوباية الشاي تاخد الجنزبيل وعليها عسل وعليها شوية ليمون، يبقى حاجة ضد البرد وضد الإنفلونزا. طبعا ما بقول ضد البرد وضد الإنفلونزا مش علاج، لا، يعني عشان يرفع المناعة شوية بالخصائص اللي هي مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات. طب يا دكتور، أمال ليه مرضى القرحة في المعدة ومرضى الضغط العالي بيخافوا من الزنجبيل؟ برافو عليك، ده سؤال مزدوج يا مدة. طيب، بس قبل ما أجاوب على السؤال الجميل ده، أنا نفسي إضافة صغيرة على التقرير الهائل اللي الدكتورة منار قالته عن البرد والدرجة البرودة دي، اللي بنصح كل اللي رايح شغله دلوقتي وكل اللي في الشتاء بالذات وفي طوبة، ان هو يلبس ثلاث طبقات، يعني يلبس الملابس بتاعته ثلاث طبقات، لاني بكلم حضرتك دلوقتي والشمس باينة قدامي، لكن ده مش معناه ان الشمس درجة الحرارة كويسة، لا، برد. وبالتالي كل ما تلبس طبقات، لو لقيت الشمس تلبس واحدة زيادة ما لقيتش، يعني لقيت البروده تلبس واحده زياده، لقيت الشمس تخلع واحده، لكن لازم يكون معاك في ايدك او في العربيه او على العجل او اي حاجه، وحاجه زياده من الملابس عشان تقدر تتحكم في درجه بروده الجو. اجي للسؤال المهم بتاع حضرتك، امال ليه الناس اللي عندهم قرحه؟ فعلا سؤال جميل جدا ومهم جدا، لانه الجنزبيل وكتير من النباتات العطريه بالمناسبه، ده مش هو لوحده، ممكن يؤدي الى قرحه المعده لو زادت الجرعه. يعني العلماء او الاطباء في النبات، بالمناسبه عايز اقول قبل ما اقول الاجابه دي، ان النباتات العشبيه دي او الحاجات العشبيه تعتبر من الادويه يا جماعه، مش بناخدها هبهزر او بناخدها على كيفنا او بناخدها بلا جرعات، لا، بالعكس، في اوروبا او في امريكا كل ده بيتاخد بالجرعات. يعني على سبيل المثال الجنزبيل 4 جرام في اليوم بس، وبالتالي لو حضرتك تجاوزتي القدر ده، طبعا هيزود لك الحموضه، طبعا ممكن يعمل لا قدر الله عندك قرحه او مسببات ليها او ريسك فاكتور للقرحه، ممكن يزودها. وبالتالي دايما في كل كلامنا على الاعشاب ومن ضمنها الزنجبيل، ان هي مفيده جدا ولكن تؤخذ بقدرها، لا تؤخذ يعني كل ما احنا قاعدين نزود الحاجه، لا، نحاول نطلع على النهارده الانترنت والتشات جي بي تي والارتفيشال انتليجنس، ما خلاش حد في الدنيا يبقى حاجه غايبه عن المعلومات. فكل واحد، لانه مش بس اللي عنده قرحه يا استاذه منا، لا، ده بعض الحوامل، يعني مع ان الزنجبيل مفيد للحوامل عاده اذا كان متاخد بالكميه الغذائيه العاديه وبالطعام اللي هو يعني كانه بيتاخد بطريقه عاديه مش زود، ده مفيد للحوامل. وانما لو اتاخد زياده عن اللزوم قد يؤدي الى زياده في بعض البليدنج او بعض الدوره الشهريه، ويزود على الحوامل، يعني ممكن لا قدر الله يحصل احتمالات للاجهاض، لا قدر الله، بسيطه طبعا، لكن احتمالات بسيطه، لكن دايما لازم ناخدها في الحسبان. وبالتالي الحوامل لازم يستشيروا الطبيب، المرضى الشديد سواء سكر او
سرطان بعين الزنجبيل في الامور العاديه والجرعه العاديه مفيد جدا، لكن اي مريض لازم نقول له انه لازم يستشير الطبيب قبل ما ياخد الجرعات دي. زي ما تفضلتي الزنجبيل مهم جدا للسيدات، حتى خاصه في البشره لانه فيه ملين شويه ويخلي جمال البشره، لكن زي ما بنقول دايما بالجرعه المطلوبه اللي لا تتجاوز 4. الجنزبيل ايضا مفيد جدا للعمليه الجنسيه للرجال القدر الكافي. اذا الفكره ايه من انتي ومصطفى حضرتكم او حضراتكم، ان احنا دايما الاكل او الطعام او الادويه لازم تتاخد بقدرها، ما نقولش ان دي حاجه طبيعيه وبالتالي نفرط فيها لا اطلاقا، لانه حتى الاعشاب مقدده. يعني واحنا ان شاء الله بدعو من خلال برنامجكم الشهير ان احنا عندنا الحمد لله اجهزه قويه جدا، عندنا مؤسسات زي الاف دي ايه في امريكا والاف دي ايه دلوقتي في السعوديه فيها اف دي ايه بتحط الجرعات لكل النباتات وكل اي، ما تقولش مثلا هاخد كركم هاخد جنزبيل هاخد، لا كل 4 جرام زي ما حضرتك قلت ولها تقييم ولها دوز، والاكثر من كده بتبقى اوفر دوز تتحول من الفايده الى ضرر، وبالتالي عايزين نقيم كل حاجه لانه حتى الميه يعني حتى بره الميه اللي هي الكل وخلقنا من الباقي كل شيء حي، لكن لو زودت في الميه ممكن يحصل اوفر توكسيكيشن. فاللي عايز اقوله الاعتدال دايما في كل حاجه ويبقى مفيد جدا في الجنزبيل. صحيح. عايز اقول كمان كلمه لطيفه جدا، طعم الجنزبيل ده مفيد يا سبحان الله، لو انتوا بتقرا القران النهارده بظروفها كده حقيقي بظروفها، وانا بدور على قبل اللقاء دايما بحاول اعمل الهوم ورك بتاعي، فلقيت ايه لطيفه جدا ما شاء الله، ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا. يبقى احنا عايزين ناخد الكاس بتاعت الجنه دي وناخد الفوائد المضادات الالتهابات بتاعتها وناخد مضادات الاكسده، وكمان فيها حاجه مفيده جدا انها بتزود الايض اللي هو معدل قدره الجسم على حرق الدهون حرق الكربوهيدرات، وبالتالي قد تساعد ايضا على نقص الوزن. ايوه يا دكتور، كنت هسال حضرتك على ده فعلا يا دكتور حالا. احنا بنتكلم على الفيروسات التنفسيه يعني احنا اتكلمنا على الفيروسات التنفسيه. ايوه قصه بقى يعني اسطوره حرق الوزن يعني بالنسبه لل لا دي حلوه فعلا. هو بالحاجه الجميله انه الزنجبيل لا يحتوي على سعرات حراريه كتير، يعني يمكن الجرام تقريبا في سعره واحده، كل جرام سعر، وبالتالي ده يعتبر نسبيا حاجه قليله جدا. فانك تاخد جنزبيل هو ما فيهوش سعرات، دي حاجه حلوه. واحد اتنين انه بيزود قدره الجسم على حرق الدهون، بيزود الميتابوليك ريت او اللي بنسميها الميتابوليزم، سرعه الميتابوليزم او سرعه الايض اللي هو التحول الغذائي وتحويل المواد الكربوهيدراتيه والى خلافه تتحول الى مواد اوليه، وبالتالي قدرتها على حرق السعرات اكثر كتير، حرق الدهون والكربوهيدرات. اذا يؤدي الى خاصه اذا حضرتك جمعت الزنجبيل طبعا مع الحركه مع عدم الافراط في الطعام، عدم الافراط في تناول الغذاء، ده هيبقى توليفه او عامل اضافي من الزنجبيل للفوائد بتاعته. طيب دكتور، في ناس كتير بتقول ان الزنجبيل من الحاجات اللي بتساعد على رفع ضغط الدم المنخفض، وده ممكن يكون واحد من فوائده اللي نقدر نستخدمها ان هو بيساعد على توصيل الدم لما بيرتفع لباقي اجزاء الجسم زي ما حضرتك قلت الاجهزه المختلفه في الجسم، لغايه ما حتى ممكن يبقى له تاثير كمان على انزيمات الكبد. صحيح. هو حضرتك يعني دايما يعني انا عايز لو قلت الفوائد دلوقتي انا كاستاذ في الكليه لو قلتها الناس هتفتكر اني فاتح صيدليه للزنجبيل او فاتح، لانه فعلا بيقلل زي ما تفضلتي من مستويات السكر في الدم، بيساعد في تقليل ضغط الدم، بيساعد في علاج الغثيان، بيساعد في القيء ويخفف، هو ملطف فيستخدم في علاج الامساك ويخفف من الالام لانه مضادات الانفلاماتوري، بيردد مضادات الاكسده وبالتالي يجدد الشباب ويزود المناعه. فانا بقول لك خايف اقول الكلام ده كله في فتره صغيره دقيقتين ثلاثه الناس تفتكر ان هو هيعالج يرجع الشباب تاني، لا هو مفيد وفي مضادات اكسده وفي مضادات انتي الالتهابات، ولكن بيؤخذ بقدره. ودايما عايز اقول ان الابحاث الطبيه اللي في الاعشاب بالتحديد بتكون مش عايز اقول مش دقيقه ولكن بتكون عامه الى حد ما، وبالتالي لا استطيع ان اقول عليها ايفيدنس بيس، لكن لو قلتي حاول بيقولوا حاول بيقولوا حاجات كتير جدا وهي غالب صحيحه، يعني بيعالج ضغط مش يعالج يقلل او يحسن من
مستويات السكر، يحسن مستويات الضغط، اه فعلا يحسن من علاج الامساك، يعني لو واحد عنده امساك يحسن ويعمله ملين شويه، ده كله يخفف من الام الدوره الشهريه، يحسن من البشره والجلد للسيدات، يحسن من القدرات الجنسيه زي ما قلت كل ده. ولكن مش معناه ان هاخد جنزبيل النهارده او بكره او بعده يعمل الكلام ده، لا، ده بيتاخد مثلا بمره واثنين على اللونج رن وثلاثه بقدره يعني. صحيح. طيب دكتور، بالنسبه لل يعني المنشدين والمقرئين والمذيعين ايضا، هل الزنجبيل يعني فائده للاحبال الصوتيه؟ نعم نعم، في برضه حضرتك في بعض الدراسات، ولكن اؤكد انها ليست دراسات ايفيدنس بيس، يعني بتبقى مش كامله قوي، لكن في فعلا بيقول لك انه بيلين الصوت وبيقلل المخاط، وبالتالي يحسن خروج الصوت او طبقات الصوت عند المغنيين. يعني فعلا في بعض الابحاث القليله اللي بتقول كده، لكن انت تقدر تعرفها بقوله، يعني زي ما بقول دايما العاده تمام. او الخبره، هتلاقي كل المغنيين، ناس كتير من المقيم فعلا بياخدوا الماء وبيلطف صوتهم وبيحسن صوتهم. اكيد. كل الشكر ليك دكتور عبد اللطيف المر، اديتنا تفاصيل كتير واديتنا معلومات كتير، وفعلا احنا بنتعامل مع الزنجبيل في الفتره الاخيره كانه صيدليه، وهو فعلا مناسب جدا لناس كتير زي ما حضرتك قلت. كل الشكر لحضرتك.